السلام عليكم الغزالات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف دايرين مع الصحة؟ كلشي بخير يا ربي. هاد الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الظروف، صحة جيدة ان شاء الله يا رب. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا الكاليط، كيجي على هاد الشكل هذا وكيجي غزال وزوين. نتمنىكم البنات تجربوا ترجعوا لي الاخبار. المكونات ديالو سهله وبسيطه وموجوده في كل البيت، لكن الطعم ديالو كيبقى غالي جدا 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 وزوين. وغادي انا كنقول لكم غادي تجربوه، ما غاديش يبقى يخطاكم من الدار. اقتصادي مليون في المئه، يعني مكون بيضه بدون زبده، كيجي رائع وكيجي خفيف وكيجي زوين. نقسم معكم واحد الوحيده، هانتوما كيفاش كيجي. كيجي محمر، كيجي غزال. المهم ما نطولش عليكم، خليكم معايا احسن الاخر ديال الفيديو. كيف ما كتشوفوا غادي ندوز دابا المقادير، طريقه التحضير. غادي نحتاج لواحد الطاسه، غنحتاج لواحد الخلاط يدوي، كاس ديال الزيت ما عامرش، هانتوما هي كاس لارو، هاد الكاس ديال العنبه، كاس ديال السكر سنيده حتى هو نفس المقياس ديال الزيت، كاس لارو ما عامرش نفس الكاس. غادي نحتاج واحد المعلقه ديال القرفه صغيره ما عامراش، بيضه، معلقه ديال الكونفيتور، اللي بغى العسل يدير معلقه ديال العسل. غنحتاج نص صاشي ديال خميره الحلويات، تقريبا 4 غرام، هذه فيها 8، غادي ندير انا 4 غرام. وغادي نحتاج جوج الكيسان ديال الدقيق. المهم هانتوما معايا، الا زدت غادي نقول لكم، ما درتهمش كاملين غادي نقول لكم. على بركه الله، ديروا هاد البيضه هي الاولى، ديروا فيها السكر سنيده، غادي نخلطو مزيان. غنضيف الزيت شويه بشويه، غنضيف هذيك نص معلقه صغيره ديال القرفه ما عامراش، هاد القرفه كتعطي واحد الطيبه، واحد النكهه رائعه. غادي نضيف هاد المعلقه ديال الكونفيتور، كيف قلت لكم ملي كيبغي العسل يدير العسل، حتى العسل كيجي زوين. اللي بغى يذوب المقادير يذوب لهم. هاد الكاليط الناس كيجي غزال، كيجي زوين. بالنسبه للدوازاتي كيجي غزال، كنت لكم غندير غير 4 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. غادي ندير الكاس الاول ديال الدقيق،
الفص الثاني. خصني نحصل على واحد العجين يكون متماسك، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه. نحاول نخلط بيدي المهم البنات غادي نزيد الدقيق. المهم درت هنا كاس لاروب، غادي ندير النص ديالو ونشوف واش غادي يكفاني ولا لا. صافي غادي نزيد البنات. صافي البنات ها هو خصو يجينا على هذا الشكل. هذا تكون العجينه كيف قلت لكم تكون شويه طريه. انا درت يعني زدت كاس لارو، ها انتما كاس خبيتو. كيف قلت لكم غادي نشوف القياس اللي غادي يكفاني ونعطيه لكم نيشان. ونسيت البنات راه درت واحد القبيصه ديال الملحه في الاول كاع كنت حطيتها فوق الطحين، نسيت ما قلتهاش لكم. والبنات ديما ما نقلبوش باليد اللي كنكونوا نخلطوا بها، ديما نقلبوا بهذه. صافي راه هو هذاك. وكيبقى كيبقى على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيكون شويه حرش كيشرب لينا المكونات، وكاين الدقيق كيكون رطب كيبقى هو هو. المهم انا غادي نخليها دابا ترتاح واحد 5 دقائق ونمشي نوجد اللاطه ديالي وهانتوما معايا. صافي البنات من بعد ما داز 5 دقائق ووجدت اللاطه ديالي، غنجي باش ندير الشكل في هاد الكاليط. نديرو عليه هاد الشكل هذا. المهم راه ساهل الشكل ديالو العجينة ديالو ولا هانتومايا. غنديرو ليه بحال الشكل ديال الغريبة بحال هكا كاليكون، والعجينة ديالو كتجي غزالة وكتجي متماسكة هانتوما. المهم البنات من بعد ما كنسالي كنجيب واحد صفر بيضة كنخلطها بالكاكاو، اللي ما عندوش كاكاو يدير القهوة سريعة الذوبان. وغادي ندهن في هاد الكاليط اللي عندي على هاد الشكل هذا، غادي نستمر حتى نسالي وطلاقة. صافي البنات من بعد ما كنسالي الدهن ديال الكاليط، غادي نجي غادي نرشو هنا بواحد الحبيبه ديال الجنجلان. التزيين كيبقى اختياري، انا مع درت فيه القرفه راكم عارفين القرفه والجنجلان كيتواتوا مع بعضياتهم. غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نسالي، انا ما عنديش كثير والناس اللي جاتهم الكميه قليله. المهم انا هذا خرج لي 18 حبه بيضه وحده، اللي بغى يذوب المقادير ما كانش تكفي هاد المقادير هذه يضيف يذوب المقادير. والصراحه زوين وكينفعنا بالنسبه للدوازاتاي. كيف قلت لكم غينفعنا بالنسبه بغينا نديرو كسكروط ولا المهم راه زوين للفطور الكسكروط. غادي نجيب دابا واحد الموس وغادي نوريكم، غنحاول انني نقطع تقريبا واحد
حط ربعة القطعات ولا خمسة. لا كتشوفوا معايا كيبان ليكم. المهم انا بغيت ما بغيتش نقطعوه هو ناشف، بغيت ندهنو باش يجيني فيه واحد الشكل كيجي زوين في المنظر، كيعطيني واحد المنظر فاش كندهنو. المهم راه ساهل، راه عندي واحد بابي كويزين نقطعو فيه، بغينا نكتفيو بيها خير غادي نكتفيو بيه. المهم البنات اللي بغيتوه ما يتلصقش ليكم، غادي ندهنوا الموس بالزيت. شوفوا البنات كان هذا هو الكاليت ديالنا بعد ما طيبته وخرجته من الفران، راه مازال في اللاطه. المهم انا غادي نحطه في الطبق ديال التقديم ونقسم معكم وحده نشاركها معكم ان شاء الله. راه كيجي غزال، عرفتي طالعه منه ديك الريحه ديال القرفه رائعه وزوينه. المهم خليكم معايا وكتشوفوا هذا هو الكاليت ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا وكيجي محمر. نقسم معكم واحد الوحيده، هانتوما هي، كيجي غزال وكيجي زوين. نتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الاخبار. وكان الفيديو ديالنا غيتسالى في هذه الوقيته هذه. كنقول لكم البنات الى كنتو جداد في القناه ابونوا معايا وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعه والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.